الطبيه بقسم طب الحالات الحرجه بالقصر العيني. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيكي. دكتور كنا عايزين نعرف يعني حضرتك شايفه مؤتمر كانتي اليكس ازاي هيساهم في ارتفاع مستوى الاطباء والاداء الطبي في مصر؟ الحقيقه هو كارديو اليكس انا بعتبر ان كارديو اليكس هو الدكتور محمد صبحي الحقيقه وكل التيم والاورجنايزنج كوميتي اللي معاه شرف لوجود ناس زي دي في المكان. They learned علموا ناس كتير. الاطباء الشبان دلوقتي بيطلعهم بيقدموا في المؤتمرات العالميه الشغل بتاعهم. اخذوا وضع واخذوا علم وبقى في بعثات كتير طبعا وبيرجعوا بيها وبتتقدم كل شويه في هذا المؤتمر الجديد. في كل مؤتمر كارديو اليكس ما بتلاقيش الا جديد، يعني عمرنا ما جينا حضرنا حاجات اتقالت قبل كده. كل المؤتمرات اللي بره بتتاخد المواضيع بتاعتها وبتتقدم بطريقه احسن وبيكونوا اشتغلوها وبيقدموها للناس ان هو عشان كل الناس تعرف ما يحدث بالخارج. فالحقيقه كارديو اليكس من المؤتمرات المميزه جدا، انا بعتبره مؤتمر عالمي. تمام. نصايح عامه لمرضى امراض القلب او ازاي تو بريفنت يعني او نعمل وقايه قبل ما يحصل كل الأطباء أعتقد في كل المجالات لازم يبتدوا يركزوا إنه المهم مش بس العلاج. طبعاً العلاج للمرضى، ولكن الأهم هو إزاي يبقى فيه وقاية. الوقاية هتمنع أمراض كتيرة، وفي دلوقتي الوسائل الحديثة اللي بقت خاصة لما نعتمد على الجينات اللي هي بتورث سواء في الامراض ضغط الدم، الامراض السكر، الامراض القلب طبعا، والامراض التصلب الشرايين. احنا حتى ما عندناش احصائيه تصلب الشرايين في مصر عددها قد ايه، وهي كتير جدا بدليل اللي احنا بنشوفه في الحالات بعد كده. فيا ريت كل البروفيسورز وكل الاساتذه وكل الناس يركزوا على انه هي دي الكلو اللي فعلا هتغير المفاهيم تماما، وهتقلل الفلوس اللي بتدفع في المرض، وهتخلي الناس تبقى بصحه جيده، لان احنا هنعمل الوقايه من سن صغير. العائلات اللي عندها مرضى قلب، العائلات اللي عندها مرضى تصلب شرايين اللي بتتكرر فيها بيتعمل لها مسح على بجينات، مسح جيني على الاطفال حتى من صغرهم، وبيتقال اذا كانوا حاجة لهم ولا لا. فيبتدوا ياخدوا علاج وهو صغيرين، فالمرض يا اما بيتوقف خالص يا اما على الاقل ما بيبقاش مرض قوي ويتعالج بالشكل ويجي مضاعفات بعد كده زي ما بيتعالج لما بيكون الشخص كبير وما يكونش اخد اي وقايه في الاول. وده اللي احنا بنامله في كل المجالات، لانه ده هيفرق كتير جدا مع الدوله ومع الناس، يعني اللونج لايف هتبقى كويسه. ميرسي جدا لحضرتك يا دكتور. ميرسي يا حبيبتي. ميرسي جدا.